على بركة الله نبدأ بهذه الرسالة الأولى في حلقة هذا الأسبوع من أختكم أم معاذ من بغداد العراق. تقول فضيلة الشيخ: إذا قال الشخص لا أفعل كذا أو لا آكل كذا بدون قول حرام علي، فهل عليه كفارة إذا تراجع بعد عزمه على ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قول الشخص لا آكل هذا الطعام أو لا ألبس هذا الثوب إذا لم يسبقه يمين بالله أو تحريم فإنه لا ليس عليه شيء، فإذا أكل أو لبس أو فعل ما نفى فعله ليس عليه شيء لأنه لم يحلف. نعم.